يا كريم كابتن اسلام بجد التحيه ليك طبعا، لكن قبل ما ابدا معاك يا كابتن اسلام، الامر هنا صعب جدا في استاد بترو سبورت، تعنت غير عادي حتى هذه اللحظه، كاميرات اون سبورت، كاميرات قناه النادي الاهلي مش عارفين ننزل الملعب، الناس قفلت الباب، اللي موجود متواجد على الباب على اساس ان احنا ننزل نعمل شغلنا، الباك دروب محطوطه بتاعه البرزنتيشن على اساس ان احنا ننزل نعمل لقاءاتنا كالعاده، التنظيم صعب جدا، مأثر علينا بشكل كبير، مش عارفين نتحرك يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه. الداخليه طبعا ملهاش ذنب بالنسبه للتنظيم، لكن امن او التنظيم الخاص ببترو سبورت امر غايه في الصعوبه، حتى هذه اللحظه مش عارفين ان احنا نخش نكلم كابتن سيد لقاء معاه او مع اللعيبه كالعاده، بنحاول محاولات مستميته كابتن اسلام، لكن حابين ان احنا ننقل الصوره، الامر مش طبيعي بالنسبه لتنظيم مباراه النادي الاهلي، في العاده الامر بيكون مختلف بشكل كبير، لكن المره دي الامر صعب جدا يا كابتن اسلام، بنتمنى في خلال لحظات او دقائق يحل هذا الامر عشان نقدر ان احنا نشوف شغلنا، وايضا كمان القنوات اللي معانا سواء اون سبورت او التلفزيون المصري يشوفوا شغلهم يا كابتن اسلام، وفي خلال لحظات ان شاء الله باذن الله الامر ده يتحل ونعود ليك من جديد. كريم خلي وانت معايا كده برضو، عايز اسالك عن ما حدث في نهايه المباراه، لقينا مجموعه كبيره من رجال الامن جريوا على حكم المباراه محمد صباحي، هل حدث شيء بعد نهايه الشوط الثاني؟ يمكن لا، يعني اقدر اقول ان في اثناء خروجه كالعاده طبعا بعض القرارات يمكن شافها جمهور النادي الاهلي بامر مختلف شويه، لكن خلاص زي ما بقول لك يا كابتن اسلام يعني تعرض لبعض المضايقات البسيطه جدا، لكن طلع الحمد لله في صحبه الامن، يمكن زي ما بقول سريعا دخل، لكن في مناوشات كثيره جدا يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه، لكن حتى هذه اللحظه يا كابتن اسلام مش عارفين ان احنا نخش نحاول ان احنا نجري لقاءات مع اللاعبين مع الكابتن سيد كالعاده بعد الفوز النهارده في مباراه انبي، لكن باذن الله هنكون معاك يا كابتن اسلام في خلال دقائق، هنعمل محاولات من جديد ان احنا نكون متواجدين داخل غرف خلع الملابس او امام المنطقه الخاصه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراه اليوم. يعني هو انا اعتقد ان المضايقات دي بتحصل من امن انبي، ولكن هم برضو عايزين يامنوا كل الامور، لان انت عارف الامور صعبه في ملعب المباراه خصوصا بعد الماتش، انا مش عارف الماتش مره واحده سخن كده في اخر دقائق ليه، وحصل حاجات كتيره جدا وحاجات كتيره حصلت اثناء او في بعد نهايه المباراه، لكن لعيبه الاهلي دلوقتي المفروض ان هم ملتزمين في مكانهم ودخلوا اوضه اللبس وكل الامور تمام، انت بس اللي مش عارف تخش او القنوات كلها مش عارفه. اه بالظبط، يعني يمكن اللعيبه الجهاز بالظبط، يمكن القنوات كلها او اللعيبه كلها خلاص نقدر نقول ان هي في غرف كالعاده مع التامين المتواجد هنا من الامن او الداخليه المتواجده، لكن القنوات قابلت مشكله كبيره جدا ان هي تخش حتى هذه اللحظه يا كابتن اسلام، واكيد ان شاء الله في خلال دقائق يكون معانا بعض اللقاءات، نحاول ان احنا نجري لقاءات مع الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام، هم يسهلوا الامور ان شاء الله وتبقى الامور يمكن لغايه لما يظبطوا الامور شويه وبعد كده هتدخل ان شاء الله يا كريم. اشكرك جدا يا كريم، ولو في اي حاجه احنا معاك على طول تجيلنا نعرف ماذا يحدث في ارض الملعب. شكرا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.